أنا أحب أني يعني أصير بطلة عالمية، يعني يكتشفوا العالم أنه كيف بنت يعني بنت تايكوندو صغيرة تعلمت منها الدفاع عن النفس. هاي ميدالية عملنا بطوليات وفزت وأخذتها. أول شي خليتها تضربني شوي، بعدين قمت عليها هجمت حتى عرفت شوية نقطة ضعفها. يكون طباخة أو شو اسمه بطلة وأدافع عن نفسي. يمكن رح أصير مدربة تايكوندو، ممكن يعني معلمة إنجليزي، يمكن أنسيت علوم، يعني حسب أني حسب ما رح أصير.